مستر امادو في البداية وحضرتك رئيس الباسكتبول افريكان ليج بعد 4 سنوات، النهاردة بال في النسخة الرابعة، كيف تقيم هذه التجربة خاصة ان هي يعني اخذت مجهود كبير وقت طويل واوقات كثيرة في الاعداد لها بعد 4 سنوات، كيف تقيم هذه التجربة من منطلق او من وجهة نظر رئيس البال؟ We are, you know, certainly بالتأكيد and very encouraged. نحن تشجعنا كثيرا لنرى البال يتقدم خلال هذه ال4 سنوات. بالطبع بدأت هذه الدورة خلال الكورونا في عام 2021، ولكن كنا متحمسين أن نبني هذا الإنجاز لنصل لهذه اللحظة في قارة إفريقيا. يمكن برضو السؤال ده يوديني لحتة تانية، وهو كان من أحد أهم طبعا الأهداف للباسكتبول أفريكان ليج، وهو انتشار كرة السلة في أفريقيا بشكل كبير ووصولها لكل بيت وكل لاعب صغير يقدر يتابع النجوم ويقدر يتابع اللعيبة. شايف احنا قطعنا، او من منطلق رئيس البال، شايف احنا هل احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح ده؟ وهل انت من خلال تنقلك خلال القارة الأفريقية لمست هذا التغيير؟ نحن فقط في البداية، لدينا طموحات كبيرة لكرة السلة في أفريقيا. نحن في قارة كبيرة، لدينا العديد من المواهب في أفريقيا التي نستكشفها. بالحديث عن هذه المواهب، لدينا الكثير من المواهب التي نتحمس أن نراها، أو الجميع لديه الفرصة ليظهر هذه المواهب، فنحن نستثمر في هؤلاء اللاعبين، وهذا هو ما شجعنا أن نرى لاعبين وأيضا المسؤولين عن اللعبة تحمسوا كثيرا. ولكن كما على كل حال، نحن راضون، نحن سعداء، ونعرف أن لدينا المزيد لنفعله، ولدينا الفرصة أن ننمي القارة ونكبر اللعبة وعدد اللاعبين خلال القارة بأكملها. يمكنهم الآن أن يحلموا بشكل أكبر، أن يلعبوا في مستويات أكبر وفي دورات أكبر.